تشكيلات الحشد الشعبية التي افتتحت أولى مؤتمراتها في محافظة النجف الأشرفي وكربلاء لإعادة تنظيم العمل وفق توجيهات الحكومة العراقية وحشد العتبات الدينية. حشد العتبات المقدسة يتكون من أربعة تشكيلات اللي هي فرقة الإمام علي وبالتحديد لواء علي الأكبر وفرقة العباس القتالية وأنصار المرجعية. عقدت هذا المؤتمر الأول، طبعا بين هذه بين أقسامها بالتحديد وبين قياداتها والوصول إلى نتائج تواشجية تنسيقية بين هذه الألوية. تعرفون هذه الألوية هي تابعة أو مرتبطة إداريا وعملياتيا بالقائد العام للقوات المسلحة، لذلك يجب أن تتوحد برؤية وبفكر وكذلك تنسق وتساعد جهة على الجهة الأخرى. قادة الحشد المشاركين في هذه الفعاليات عبروا عن رأيهم تجاه هذه المبادرة القيمة كما وصفوها، التي أتيحت لوضع الحلول لجميع المشاكل المتعلقة في هيئة الحشد الشعبي وبيان تضحيات المجاهدين في الدفاع عن المقدسات. الحرص على المشروع وحبنا للمشروع وخوفنا على المشروع هو الذي دعانا أن نعقد هكذا مؤتمر حشد العتبات المقدسة. حشد بثق من الفناء المبارك للعتبات المقدسة، هو أب لكل الحشد وليس خصما لأي طرف، حتى وإن ارتضى عقل ذلك الطرف أن يتخذنا خصما فلن نكون خصما لسبب بسيط وهو أننا نمثل العتبات، فالعتبات هي أب للكل. لا شك هناك أسئلة كثيرة تتوجه إلى هذا المؤتمر، وهناك بين مادح وقادح، ولكن خلي يعلم الجميع نحن الحشد، نحن من ولدت هذه الفصائل من العتبات المقدسة من رحم الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس وأبي الأب والإمام والقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين. ورش عمل تخللتها استضافة ممثلين عن الحكومة العراقية من وزراء وضباط في الحكومة السابقة للاستفادة من خبراتهم والخروج ببيان نهائي يكون خلاصة هذه الفعاليات طيلة الأيام الجارية. كان المؤتمر جيد جدا، وتم التطرق إلى أهم المشاكل التي يعاني منها تشكيلات العتبات من ناحية التجهيز، وخرجنا في توصيات إن شاء الله تكون جيدة وتكون مفتاح لحلول هذه المعارضة. حشد عتبات شكل تحت راية حكومة عراقية تحمي شعبها وتدافع عن أراضيها. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.